كمان هالشهر ما طلعتي حامل؟ معلش يا حبيبي، الله كريم، لا تفقد الأمل. خلص رح روح على الدكتور بعمل لي شوية تحاليل بشوف شو القصة، بلكي مني. هلأ إذا أنت هيك بتطمن أكثر ما في مشكلة، بس يعني أنا ماني ملاقيتها أنه كتير ضرورية القصة، لأنه ممكن يعني ما يكون لا أنت عندك مشكلة ولا أنا يكون عندي مشكلة، بس هيك أمر الله، حبل وطول ما فيها شيء. مين؟ إيهاب رد الباب شوي. لحظة، هيك عطيها دول بلا ما نكمل. مسيك، وتاني مرة لا تدق علينا بهيك وقت. نحن إذا عنا أكل زايد ببعث لك يا مع شي ولد. لك مسيك خلصني. هذا شلون بدق بهالوقت المتأخر؟ شو بنا إيهاب؟ لك هذا مجنون، حرام خطي بيكون شم ريحة الفراريش واشتهى، ما فيك تقله بيصير وما بيصير، وليش عم بدق علينا بهذا الوقت؟ شو بنا مجنون؟ وهي أول مرة بدق الباب علينا؟ لك لا، بدق أحيانا بياخد سكر، شاي، شمع، غلوة قهوة، يعني وأنا صراحة شو ما بيكون زايد عندي بعطي، حرام خطي أحسن ما كبون بياكلهم هو، بس يعني هي أول مرة بدق بهذا الوقت، شكله عرفان إنك إجيت. ايه ما شاء الله، وبيفهم بالاصول والله كمان، مشان هيك وقت فتحت له الباب جارني جار كانه الشيطان نط بخلقته. لا 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 لا، انت مالك حل بنوب، يعني مو بقيان غير تحط عقلك بعقل هاد. مالك شايفه ريحته طالعه ومنظره مثل الشحات؟ شو بنا؟ امي خير شو بك؟ شبهها ما بعرف بجوز بردت. خد حط لها هذا فوقها. مسيك دفيها. والله ما بعرف برداني ولا سخناني، ما عم بعرف. سلامتك يا امي. انا رايح اجيب لها شويه مي سخنه بقلب قنينه احط لها هيك على بطنها شوي. يلا بسرعه. امي سلامتك يا امي. قال احفظ سرك ولا تودعه عالما فيزل ولا جاهلا فيخون. حلو الحكي. طب برأيك مين بيناتنا انا ووردة العائل ومين بيناتنا الجاهل؟ اتنيناتكم تزيطي. يا زلمة انا ما بدي جيفارا يصلوا الخبر من هون ولا هون لبين ما ارتب الموضوع واعرف ايش بده يصير مع والدي.